مساء الخير، انا دكتوره مروه سعيد، مدرس طب الاطفال، تخصصي الدقيق عصبيه وسلوكيه. انا النهارده بشارك في منظومه حكايه صحه تحت رعايه مركز اسكندريه لطب الاطفال، بدعوه من الاستاذ الدكتور صلاح زاهر والاستاذ الدكتور طارق عمر. النهارده كنت بتكلم في جزء عن التربيه الايجابيه والاطفال اللي بيبقى فيهم مشاكل كبيره جدا مع اهاليهم في عدم وجود اضطراب نفسي او اضطراب سلوكي في الطفل، لكن المشكله كلها بتبقى تربويه. فاتكلمنا النهارده عن المبادئ العامه للتربيه الايجابيه، ويا رب ان شاء الله رب العالمين يكون يوم موفق ويوم كويس للاباء باذن الله.